متتبعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من الدار البيضاء. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، كنتمنى كذلك يا ربي ارفع لنا هذا الوباء هذا. كيف ما كتعرفوا حنا كل نهار كنلتقيو في برنامج يومي، كيكون بالليل بطبيعة الحال، كنحاولوا نطرحوا فيه بزاف ديال الآراء وبزاف ديال المواضيع وكنحاولوا نناقشوهم معكم. بالنسبة اليوم، موضوع اليوم اللي بزاف ديال الأسر المغربية اللي كتعاني منه، وخصوصا الأزواج، لأن المشكل كيكون هو مع الزوجات. ومشكل مطروح أن كاين بعض الزوجات للأسف الشديد كيمشيو كيقولوا الأسرار الزوجية ديالهم للأمهات ديالهم، وهذا كيشكل مشكل بينها وبين الزوج ديالها، لان اغلبيه الازواج ما كيبغيوش بطبيعه الحال ان الزوجه تعطيك على الاسرار للام ديالها، لانها كتبقى حياه خاصه وكيبقى هذاك الشيء خاصو يبقى بينها وبين الزوج ديالها. موضوع حلقه اليوم هو شنو رايكم في الزوجات اللي كيقولوا الاسرار الزوجيه ديالهم للامهات ديالهم. غنحاولوا ناخذ الاراء ديالكم. سلام صافاختي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم كاملين. هشام العلوي قال لك ما خش الزوجات يديروا بحال هكا، الامهات هما سبب الطلاق. اكيد فاش كنطرحوا هذا السؤال هذا، فراه هذه كتسمى حياه بين زوج وزوجه، حشومه اننا نقدروا نعاودوا الام دي مثلا تعاود الام ديالها شي حاجه بسيطه تخاصمت معاه شي حاجه اللي بسيطه، ولكن الامور اللي كتبقى انتيم بينها وبين الزوج ديالها ما يمكنهاش تتقال للام ديالها. غنحاولوا ناخذ الاراء. سامسامو قال لك الامهات هما سبب الطلاق الاول، ماشي بالضروره خويا يكونوا هما سبب الطلاق، ماشي بالضروره، كاينين شي امهات بيت الزوجيه. جمال اي تعالي قال لك بيت الزوجيه بيت مقدس، اكيد اخويا جمال بيت الزوجيه بيت مقدس، وخاصو ديما الاسرار الزوجيه تبقى بين الزوجه والزوج ديالها. هذا مشكل يحيى للاسف. مساء النور. مشكل كبير، مشكل كبير كيعانيو منه الازواج، خصوصا من بعض الزوجات للاسف الشديد. انا ما عرفتش علاش كتمشي كتحكي للام ديالها كل شيء، راه ملي كتمشي لواحد البيت اخر وواحد العالم اخر، راه خاصك تعرفي بان هذاك الزوج راه صافي الاسرار خاصها تبقى في هذاك البيت هذا، ما تخرجش. سيمو قال لك بالنسبة لي الأسرار بين الزوج والزوجة خاصة تبقى بيناتهم، إلا إذا كانت شي حاجة أو شي نقطة تستحق أنها تشاركها مع الأم أو بموافقة الزوج. سيمو أنا متفقة معك في هذا التعليق، أكيد يعني الأم ديالنا أو الحياة ديالنا خاصة تبقى سر بينها وبين الزوج ديالنا، إلا إذا كانت شي حاجة اللي كتستاهل أننا نقولوها، يعني شي مخاصمة كبيرة اللي تستاهل أننا حنا ندخلوا فيها الأهل ديالنا. مبقى الثقة في النساء والأمهات غير صالحات. بن دادا حشومة خويا تقول بحال هكا، لا بالعكس، كاينين العيالات اللي الله يسهل لهم أمرهم زوينين وبنات الناس، وكاينين الأمهات تاهم الله يخليهم لينا كاملين والله يخليه ليكم. حسن الصحراوي قال لك أودي أكبر مشكل هو الأمهات. على حسب أخويا، ماشي كاع الأمهات، غير هو فاش غنطيحو في هذا المشكل هذا، بأن فاش الزوجة كتمشي كتعاود مثلا الأم ديالها، هي خاصة تنهيها وهي خاصة تنصحها وتقول لها حشومة وعيب وعار أنك تقولي لي هذا الشيء أو تعاودي لي أسرار الزوجية ديالك بينك وبين الزوج ديالك. خالد ناظور قالك انا طلقت المراه تاعي بسبب الام تاعها، والله يهدي ما خلق الله يصوب لك اخويا خالد. حميد مرزقو قال لك خاصهم يعاودوا شي حاجه زوينه للام. هي عموما الاسرار الزوجيه بين الزوج والزوجه راه ما خاصهاش تعاود نهائيا، ما خاصهاش تعاود نهائيا، ما خاصهاش اسرار خاصها تبقى بين الزوج والزوجه، هادشي اللي كاين. الليلة استدعت الضرورة أننا نقول كان شي مشكل كبير اللي نقدر ندخلوا فيه الأب أو الأم، مهم ندخلوا فيه العائلة.
أيوب دامي قال لك ليس بمشكل إذا كانت الزوجة تحكي لأمها حيث كانت مصاحبة لها منذ الصغر. يا خويا كنا كنحكيو الأمهات ديالنا وكنا كنبغيو نقولوا الأمهات ديالنا، ولكن فاش كندخلوا لواحد الحياة أخرى زوجية بيننا وبين واحد الشخص راه خصنا نحترموا حتى هو، ونحترموا هذيك القدسية ديال هذاك البيت، ونحترموا الأسرار ديال هذاك البيت، لأنه ماشي من حقي أنا، ماشي من حقي أنا نفشي واحد الأسرار وفيها طرف آخر. أمينة خاصها تكون مثالية مع زوجها، الأم خاصها تكون مثالية مع زوجها، ما خاصش الأسرار أصلا الزوجية تقال، لأن هذيك راه قدسية ديال هذاك البيت، خاصها تبقى غير بين الزوج والزوجة. سيمو قال لك كاين بنات الناس وكاين ولاد الناس وكاين الامهات الصالحات، لكن الاسرار فيها وفيها كاين شي اسرار ما خصهاش تخرج الامهات كوفاء للطرفين لبعضهما. هادشي اللي قلت اخويا سيمو، كاين بعض الاسرار ما خصناش نقولوها نهائيا، خاصها تبقى بينها وبين الزوج ديالها. كيف ما قلت لك الا لاضطرت الضروره اننا نقولوا شي حاجه الا كان شي مشكل كبير وخاص يدخلوا فيه الاهل. عمار البوجناني قال لك اللي ما حكت لامها واش تحكي لصاحبتها وغادا تفضحها. ما نحكيش اخويا كاع الام ديالي، الاسرار الزوجيه ديالي خاصها تبقى بيني وبين راجلي. انا كنشوف باللي داكشي اللي كتبغي لبناتها كدير المستحيل باش ما ديروش مرات ولدها. مع الاسف الرجال، مع الاسف الرجال اليوم زيرو تبقى الظروف، وكل ما مات البنت الناس يجيب ربي العمل لهم اولادهم. فهمتي انتم ولا شي ما بقاش رجال؟ لا خويا لا اختي، بنت هادي لا اختي، كاينين رجال ولاد الناس وكاينين بنات الناس. عبدو قال لك كاينه الزوجه اللي ما كتحكيش لماماها واخا يكون اللي يكون، وكاينه البنت اللي ما كتقدرش تقول لماماها والو حين تبغى الزوج ديالها. هادشي اللي كنقول، فاش كيكون شي مشكل نحاولوا اننا نطرحوا بين وبين الزوج ديالي، نجلس معاه نهضر معاه نحاول نتناقش معاه ونتحاور معاه، لانه خاصكم تعرفوا واحد الحاجه، راه فاش كيدخل الطرف الثالث راه كيولي المشكل اكبر. فاش كيبقى الطرف بين اثنين بين الزوج والزوجه راه يقدر يتحل، ولكن ملي كيدخل واحد الطرف ثالث راه صعيب الحال، لانك انت تقدري تصالحي مع الزوج ديالو، كيبقى الطرف الثالث هو اللي في العيب. انا كنظن تبقى بين الزوج والزوج والزوجه باش ما تكونش مشاكل. داكشي اللي قلنا خويا، الاسره تبقى بين الزوجه والزوج ديالها باش ما يكونش مشاكل كذلك. كتهضري من الحرام، ما بغيتش نضحك على بنات ناس حيت عندي اختي كنخاف عليها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم دائما حد يحب اخي ما يحب نفسي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا خويا. انا كيألمني ما اراه من طلاق واتحسر سيمو لما اسمع سبب الطلاق امهات، وهنا ما كاينش نحكم غير على امهات، لكن الزوجات طرف في المشكل، وحتى لكان الزوج غير متفهم راه مشكل كبير. هي خلاصه لهذا الموضوع هذا، راه ما خاصناش نحكيو كاع الامهات ديالنا نهائيا، ما خاصناش نحكيو الامهات ديالنا. هذيك كيبقى اسرار بين الزوج والزوجه، ما خصهاش تحكى قدسيه هذيك البيت، ما خصهاش تحكى. ياسين قال لك البنت صارت تحكي كل شيء عن حياتها الزوجيه، وكتلقى تعليماتها من امها تفرضها على شريك حياتها. بعباره اخرى البنت جسديا وعقليا امها، وكان الرجل متزوج بكليهما. هادشي اللي كاين اخويا، كاين بزاف ديال هاد النماذج اللي كيوقعوا في هاد المشاكل، وكتولي الام هي سبب طلاق الزوج البنت ديالها. يعني راه في المنطق وفي العقل، راه ما كاينش شي راجل غيرضى بان الزوجه ديالو تحكي الاسرار ديالها للام ديالها.
الاسرار محمد تاري قال لك الاسرار تبقى في بيت الزوجيه. اكيد اخويا هادشي اللي قلنا تحنا. احمد اسمح لي شويه كنهضر بالزربه. اسماء بالتوفيق، موضوع راقي، شكرا اختي بزاف. كاين اسراء قالت لك كاين راجل اللي ما كيسمع غير الزقا والمشاكل. كمال خروبي قال لك السبب هي الام. محمد قال لك هذوك اللي باغيين يفرتكوا العش، لان الواقع لان اللي وقع شي مشكل ملي الزوجه كتعاود لدارهم كتولي مشاحنات وسير واجي، خصوصا الا كان دارهم ما متبعينش، وتقريبا 90% تيعاودوا المواتم. هذا هو المشكل اخويا المطروح، ان اغلبيه الزوجات كيعاودوا الامهات ديالهم، فكتولي الام حاقده على داك السيد، كتولي تشوف فيه واحد النظره، فكتولي مشاحنات كيف ما كنقولوش اثنين قطع لك بين الزوجه، بين ام الزوجه وبين الرجل ديال بنتها. سيمو قال لك الا كانوا الزوجين ملاقين عن حب واخلاص، علاش تخرج اسرارها وما يقع بينها وبين زوجها للام او للصديق؟ هذا خطا كبير كيطيحوا فيه اغلبيه الزوجات. خويا سيمو بعض المرات ما كاينش شي زوجين ما غيكونش بيناتهم مشكل، مستحيل مستحيل، ولو غير مشكل صغير مستحيل. فهي اكيد المراه اوتوماتيك لمن اقرب الناس ليها امها غتمشي غتعاود ليها، ماشي مشكل الا كان شي حاجه بسيطه، ماشي مشكل. جيت نفرغ مثلا المشكل اللي عندي، نفرغ هذاك الشيء اللي في قلبي الام ديالي، ماشي مشكل، ما كان لعيب ولا حرام، ولكن ماشي نقول اسراري الزوجيه، ماشي نقول كل شيء. اسماعيل قال لك ولكن اختي سهام كاينين شي مشاكل اللي ولو خاص ما خاصهاش تعاود، ولكن الطرفين اي الزوجين ما كيعرفوش يحلوهم، كيبقى الحل على حاله. انا شنو قلت اخويا؟ قلت الى المشكل وكان مشكل كبير اللي كيستدعي انه يتدخل فيه الاب او الام او الطرفين او اهل الزوج او الزوجه، خاصهم يدخلوا، ولكن ماشي اي حاجه اي مشكل غنمشيو غنقولوه اي مشكل غنمشيو غنقولوه للام ديالنا. حافل ليا قالت لك واختي لما جيت نعاود لماما لما نعاود، خاصك تفهمي واحد الحاجه، انا كيفاش كتزوجي راه كتمشي لواحد الحياه اخرى، واحد الحياه جديده فيها واحد الطرف اخر، ماشي من حقك انك تخرجي اسرار واحد الاسرار اللي في داخل فيها طرف اخر. ام الوليد قالت لك ضروري نسول الوالده الا كاين شي مشكل، حيت الا غلط كتقول لي غلطتي ديما كتجي من جهه راجلي، من جهه راجلي مزيان، ولكن هو عموما راه ما خاصش اسرى الزوجيه تقال، اسرى الزوجيه ما خاصهاش تقال نهائيا. البيوت اسرار والناس القدام ما خلاو لينا ما نقولوا، الله يهدي ما خلق اخويا. بسمه بسومه عادي احكي كل شيء لماما. لا اختي ماشي عادي انك تحكي كل شيء لماماك، كيف قلت غنعاود، راه فاش كتزوجي كتولي حياه اخرى، كيولي فيها طرف اخر، كيولي فيها زوج، كتولي فيها مسؤوليه، كتولي فيها قدسيه واحد البيت. ما خصناش نخرجوا الاسرار ديالها الا كانت كيف ما قلتي، الا كان شي مشكل كبير بينك وبين الزوج ديالك اللي غضطري انك تدخلي الوالدين ديالك ولا الوالدين ديالك. العقليه بهجاويه قال لك وقعوا لي بزاف ديال المشاكل مع الزوجه ديالي بسبب هادشي اللي كاينه واللي طرا بيناتنا، تتمشي تعاود لامها وتنتخاصمو ديما، والمشكل هو انا اللي ما عنديش المراه حيت ما نزوجش، والمهم هو المشاركه خليوها بيناتنا. مرحبا خويا عقليه،
سيدتي البيوت أسرار. خويا عبد الله داكشي اللي قلنا، البيوت أسرار. مهدي قال لك البنت ما خاصهاش تحكي الاسرار الزوجيه للام ديالها حيت ما عندها باش تفيدها. ماشي ما عندها باش تفيدها، ملي راه في الدين ديالنا راه ما خاصهاش نحكيو الاسرار ديالنا. راه نعاود نقولها، راه فاش كتكوني في دار باك ماشي فاش كتزوجي، لان كيفاش كتزوجي كتولي حياه اخرى، كيولي انسان اخر عايش معك في الدار، طرف اخر. خاصك تحترمي وتحترمي الاسرار ديالو وتحترمي داكشي اللي كيطرى بينك وبينه، ماشي اي حاجه كتقال للام. ولكن لو كان رجل رجل والمرأة حرة سوف يحلوا مشاكلهم بينهم. أختي سهام عبد الله خويا، هادشي اللي كنقول، ملي كيكون المشكل نحاول نتناقش انا والزوج ديالي ولا انا الزوج ديال الزوجة ديالي، ماشي بالضرورة اني نمشي نعاود الام ديالي. يعني فاش كنعاودو الام ديالك كتعاودي الام ديالك، راه عاد زيدو كتكبري المشكل، كتولي الام كتقول لك علاش دار لك وعلاش فعل لك وعلاش شرك لك وداير وفاعل وتارك، فالمشكل كيزيد يكبر. محمد محمد قالك السلام، الاسرار تزيد في المشاكل مستقبلا. اكيد اخويا. كمال خروبي قالك المشكل هو الكبير هو ان بعض النساء كيهملوا رجالاتهم. احمد قالك لما يدخل اهل الطرفين في مشكل اكيد تكون مشكله كبيره. اكيد اخويا. عبدو اول حاجه كنقولوا الله يسمح لينا من الوالدين، الا كانت الام ديالها في مرتبه صالحه ودايزه من هدومك غتقول ليها بنتي صبري على دارك ولولادك وما غيكون غير الخير ان شاء الله. انا ما كنهضرش في هذا النطاق ديال انها تقول لها صبري ولا هذا، راه كاينين امهات راه امهاتنا كيقولنا صبروا وهذيك دارك وهذاك راجلك وهذا. انا كنهضر من المنطق ديال ما خاصنيش نعاود شي اسرار، ما خاصنيش نعاودها للام ديالي، خاصها تبقى بينها وبين الزوج ديالي، خاصها تدفن معايا انا والزوج ديالي. ليلى قالت لك انا ضد الانسان يتحدث عن اسرار الحياه الزوجيه تخرج سواء من خلال الرجل او المراه، وكذلك اكره النساء اللواتي يحكين اسرارهم الخاصه لصديقتهن مهما يكون. داكشي اللي قلت اخويا، الاسرار ما خصهاش تعاود. الناس كيقولوا لي الام هي مصدر الثقه، راه الام هي مصدر الثقه، راه هي كل شيء، راه هي الحياه، هي عينين اي واحد اي راجل او اي امراه. ولكن راه غنعاود نقول واحد الحاجه، البنت كتكون عايشه في واحد الجو ديال العائله دي بين باها وامها، راه كنمشي لواحد الجو اخر، كنمشي لداري، كنمشي عند راجلي، يعني البيت فيه اسرار، فيه بزاف ديال الحوايج ما يمكنش لي انا نمشي نخرجها واخا الام ديالي. مرحبا اخويا عبد الله. اغلب اسباب الطلاق تدخل الاسره في مشاكل بين الزوجين، داكشي اللي قلت اخويا انا. راه البنت عند السر مع الام، انت الولد عنده السر مع الام تاع مراته. ما فهمتش اخويا حمزه التعليق ديالك. المهم خلاصه ديال هذا الشيء هو انه ما خصناش نعاودوا الاسرار ديالنا الامهات ديالنا. راه كاينين شي عيالات راه كيعاودوا كل شيء، راه حشومه وعيب وعار. خاصنا نعرفوا باننا فاش كنتزوجوا راه كتولي عندنا مسؤوليه، كيولي عندنا زوج، كيكون طرف اخر. ماشي من حقنا ان اي حاجه كتخص داك السيد اللي كنكونوا معاه اننا نمشيو نخرجوها. الام ديالي على راسي وعينيا، الام ديالي نهزها فوق راسي، الام ديالي راه ما عرفت شنو. راه كلنا عندنا امهاتنا راهما عينينا، ولكن راه كاين شي حوايج عندهم حدود.
متتبعي قناه شوف تي في، كنشكركم بزاف على تتبعكم هذا البث المباشر، وديما كيف ما كنقول لكم بان ديما كنلتقيو في هذه الساعه هذه ان شاء الله في موضوع كنحاولوا ان نتناقشوا فيه. بطبيعه الحال كيف ما كنقول ديما، اللي بغى يتصل بينا على الرقم 0673 23 95 07، غنعاود الرقم 0673 23 95 07، اللي عنده شي مشكل او بغى يطرح شي موضوع يتصل على هذا الرقم هذا 0673 23 95 07. اللي عنده شي موضوع بغى يطرحه او بغاني نطرحه في حلقه من الحلقات، اللي بغاني نطرحه في حلقه من الحلقات يكتبوا لي في التعليق وان شاء الله انا غنديرو في احدى الحلقات. كنشكركم بزاف على تبعكم هذا البث المباشر، كان مباشره من الدار البيضاء، الى اللقاء.